مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو، برنامجكم سيدتي سادتي. كنرحب بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا اللي كيتابعونا دائما على الاذاعه القريبه منكم الى حدود الساعه الواحده. نرحب بالجميع وبكل مستمعينا. اكيد انه لقاءنا مازال متواصل ومازال مستمر معكم طبيعه الحال، وغتكون فرصه اليوم كيف ما بدينا معكم الاسبوع، ونتمنى انكم تكونوا دائما في احسن احوالكم وتكونوا على خير وبخير. غادي نبداو بطبيعه الحال بالنصائح واقتراحات وحية المنزلية ومطبخية. مرحبا بالجميع وبكل أوفيائنا. اليوم غتكون معنا لالة لطيفة الطبيعية اللي مدينة مراكش، غتعطينا مجموعة من النصائح، وأيضا غتكون معنا لالة فتيحة من مكناس اللي حتى هي بدورها غتعطينا مجموعة من النصائح. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وأكيد أنه لقاءنا مفتوح وإياكم مستمعينا الكرام طبيعة الحال إلى حدود الساعة الواحدة على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. أرقامنا مفتوحة لكم 0522 46 72 50 أو 51 أو 52، أيضا 0522 88 00 60 ولا 61 ولا 62. غادي نمشيو فاصل إعلاني قصير وراجعين نستقبلوا لالة لطيفة من مراكش اللي غتعطينا مجموعة من الاقتراحات. بقاو معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين مازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيداتي سادتي. مباشرة غنمشيو عند لالة لطيفة من مدينة مراكش. مرحبا بلالة لطيفة. صباح النور لالا، اش اخبارك؟ كي دايره؟ الحمد لله، الله يطول عمرك، الله يحفظك، كل شيء على خير، انت صحيحه لاباس؟ كل شيء بخير الحمد لله. الجو خلاص بدا كيزيان في مراكش؟ لا لا تبارك الله، الجو ربيعي غزال ان شاء الله خير. سبحان الله العظيم، جات الرعده وجات الشتاء. سبحان الله. اي كانت الرعده وكانت الشتاء، ولكن غير عابره ماشي، الحمد لله اليوم اصبح الجو زوين ان شاء الله. جو مبارك للجميع يا رب. الله مرحبا بلالة لطيفة. كانت شي كاين شي توضيح بغيتي توضحي لنا على لي زاستوز الاسبوع اللي فات، وغتعطينا شي حاجه جديده ياك؟ اي مرحبا. مرحبا تفضلي. يا الله يحفظك. غير على بالنسبه لهذوك الكارتون ديال الحليب اللي قلت لكم ذاك النهار، غير باش نقولوا للمستمعين اللي ما سمعوش النصيحه ذاك النهار، قلت لكم بان يمكن لك تنشفيه في الشمس وتقطعيه ديك الساعه شرائط طوال وكتحطيه في واحد الكويس. ايوه. يمكن تشعلي به مثلا من كانون لكانون، هذا الشيء سبحان الله بعد ما تيخسر البريكي ما تي ولا تيتقاضى لي حجره وكتحلي، هذا هو السكر اللي قلتي لي كديري. ايوه. انما العجيب فيه هو انه ما تيطلقش الغنج، ملي كتشعلي به العافيه ماشي بحال القاغيط، لا درتي قاغيط عادي تيطلق الغنج وتيطلق لك واحد الماده كحله في البوطه تتوسخ البوطه. هذا ما كيوسخش البوطه، بحال شعلتي غير وقيده عاديه تيدوز من كانون لكانون زعما نقي وجميل، واللي زعما افيكاس بزاف هو ملي كتشعلي به الشوفو، لان الشوفو تيكون داك البريكي ديالو داك الداخل، داك لاليوم غاز تيكون الداخل، لان هذا تيكون معلي انه تيكون طويل، كيسهل عليك انك ما تتحمي يديك، ما كتقربيش لهذاك البلاصه ملي كيخرج العافيه. داك فهمتيني، مع هو تيكون طويل وتشعل فيه العافيه في الراس ديالو، كتدخلي في وسط الشوفو وصافي تيشعل بسهوله. ايوه. حتى حمايه لديك من العافيه. ايوه. وفي نفس الوقت هو راه سكر، الا خسرات البريكي ولا شي حاجه راه ما كاين حتى مشكل، هذا راه تيضي بانيك. ايوا هذه الاضاحه اللي غادي نزيد على هذيك النصيحه. الله يعطيك الصحه سك الله لطيفه، الله يطول لي عمرك. المهم راه ما تيوسخش البوطه ما تيوسخش الشوفو. مرحبا مرحبا مرحبا. ايوا نزيدو من بعد النصائح اخرين كيف ما طلبتيني. اي مرحبا. نهضروا على بطاطا بيغي. البطاطا بيغي تيخصها دائما تسلق بالقشره ديالها، هذا من الشروط، تسلقيها بالقشره ما تحيديش لها القشره. والشرط الثاني هو ان تخصك تقطعيها سخونه، نقيها عفوا تنقي لها القشره وهي سخونه. وباش ما تحرقكش في يديك كاين واحد لاستوس، دابا تاخذي دابا البطاطا، هي دابا في الكاسرونه اربعه البطاطات ولا ثلاثه ولا اللي كان، كتبيكي دابا البطاطا بالفرشيط، كتبيكيها من الكاسرونه وهي سخونه. ايه. وكتهزيها كتشديها باليد اليسرى بالفرشيط، واليد اليمنى كتكون فيها الماس كتبدي كتجلفي، يعني ما كتحرق لا اليمنى لا اليسرى. صافي، وانت كنت وانت نقيتيها وديك الساعه، من بعد ديك الساعه في البلاصه تتقصى تمعس، تتمعسيها في البلاصه. هي خلاص ما خصهاش تبرد. لا ما تبرد، لا لا بردت تولي طرف طرف، ما باقيش تولي ديك بيغي. ودابا راه ولات تتباع واحد من الغرفه الا شتيها عموديه تتقصى. ايوه ايوه. هائله تعطيك البيغي. كتسهل المأمورية. ايوه. النصيحة الثانية اللي أنا تنديرها والمستمعين لهم واسع النظر، دوك لي فيتمون، يعني دوك الملابس الداخلية. ايوه. أنا ملي كنجيبهم كنصبنهم. لانهم عندهم الكونتاكت مع اللحم ديريكت مع الجسم ديال الانسان، من الاحسن دوزيهم واحد الرويصير خفيف هكا مع الحوايج، ولينا تم النوبه تيكونوا في الغبره، تيكونوا دازوا من الالات، يكونوا اللهم الانسان يدوز لهم ذاك الرويص نقي هكاك عاد ديك الساعه تلبسيهم. أيه. لانهم عندهم مباشره كونتاكت مع اللحم. ايوه. النصيحه الثالثه هي الكفته. النوبات كنجيبوها من المحل، المحلات الكبرى تتكون ما فيهاش التوابل. ايوا الى دان انا الطريقه اللي كندير هو انه كناخذ واحد البلاستيك غذائي، يكون غذائي يعني تنأكد عليه،
وكتوضعي فيها هذيك الكفته وكتزيدي عليها التوابل وتحطي هذيك البلاستيكه وكتبداي تعجنيها من الفوق ديال البلاستيك. خلطي فيها التوابل من الفوق ديال البلاستيك يعني ما كيتسخو لك في يديك، ما كيلصق لك داك الشحمه اللي كتكون تتخصك تكرطيها بالموس في صباعك وفي يديك وفي الكف وداك الشيء، هذه كيبقى يديك نقيه وتتبقى الكفته واحد كنتي كتعجنيها والتوابل تتخلط فيها. هذا كتعجني الخبز من الفوق ديال الميكا. اييه. وتتخلط زعما الكفته بسهوله. النصيحه الرابعه لا هما لي با، لي با الا تشرقوا لك ما تلوحيهمش، خليهم احتفظي بهم، غادي تعمريهم لا بالورد البلدي والخزامه والملح الغليظ وشي صابونه اذا عندك ديال الريحه حكيها فيها وعمريها في هذوك لي با، هما هاد العناصر كلها خلطيهم وعمريهم في لي با. اييه. وديريهم لا تحت الفراش ما بين الكاتري كي تنقولوا حنا والفراش، ديروهم في وسط الكواش، ديروهم في الملابس في البلاكار، وخصوصا خصوصا الارمي كلها مخده اللي فيها لي با في الوسط في وسط العماره. بحيث انه راه تيتعطر لك الصالون بواحد الشكل هائل، خصوصا الا كانت بالدفوف راه ملي كتحل الدفه تضرب لك هذيك الريحه الورد وذاك الريحه طلعت زعما ديال الخزامه والورد الى اخره. اييه ريحه زوينه. أو زوينة لا في الحوايج ولا البلاكار ولا تيحيدو تالغمولية من البلاكارات وتيعطيك، راه كاين بعض الناس اللي كيكون لابس الحوايج وريحة الغمولية تتعطي من التريكو ومن لافيسو، فهمتيني؟ هادو راه كيحيدوا هاد المسائل. خصوصا في المدن البحرية المدن الشاطئية تيكون في هاد المشكل. أييه أييه. النصيحة الخامسة لالا هو ملي تبغي تسافري دائما ديبرونشي كاع لي زاباري ديالك الكتريك. ما تخلي الا بطبيعه الحال الا الكونجيلاتور هذاك راه ما يمكنش ديبرونشي لان هذاك عنده مهمه خاصه. ولكن بحال مثلا سميتها تلفزيون مسجله الى اخره، المهم كاع اي حاجه كتخدم بالضوء ديبرونشيوها. اييه. تيوقعوا المشاكل وتيوقعوا الحرائق وتيوقعوا الحروس، لكن الله يحفظ الله يحفظ الجميع. لكن الواحد بعيد ما عنده كيفاش يدير. اييه يكون الله يحفظ لا طونسيون ولا شي حاجه، اللهم الانسان يديبرونشي لان بانه ما تتحرق لك كاع الاله تتجي من السفر كتلقاها محروقه ما عرفتي كاع مناش. اللهم حيدي البريد عاد خرجي لسفري. اييه. نصيحه اخرى لالا، الا بغيتي تشوي مثلا على الفحم على الفخر، تبغي تشوي مقتيبات ولا كستا ولا شي حاجه، ما عمرك كيما تشوي على العافيه وهي باقي فيها الفحم اسود يعني كحل. اييه. راه ملي كتشوي مثلا القتبان ولا سميتو على داك الفخر في هذاك الشكل، راه كيجيك الشيء كله قفح. يجيو القتبان قاصحين واللحم قاصحه والكفته قاصحه، والكفته بعد نوبه كاع تتشوى من على برا وتبقى خضراء من الداخل. اييه. اذا الا بغيتي تشوي حتى تهبى العافيه عاد ردي لك الساعه القتيبات ديالك ولا الكفته ولا كوتليت ولا اللي بغيتي، المهم تولي كلي الجمر حمر. اييه اييه. صافي. اييه الله يعطيك الصحه. نمشيو ربي يخليك، نمشيو لنصيحه اخرى. هذه انا زعما تنصح بها جميع الامهات والاباء وكل شيء، اي وصفه الله يحفظ الله يحفظ اي وصفه طبيه، انا قلتها في الاذاعه وغادي نعاودها لان عندها واحد الاهميه كبيره. اي وصفه طبيه ديري لها فوتوكوبي، لوردونونس ديالتك ديري لها فوتوكوبي. أيوه. وديري لالا واحد الملف الطبي للكبار والصغار، نتيا ملفك بوحدك، راجلك ملفه بوحده، وليداتك كل واحد ملفه وديري عليه الاسم ديالو، وديري لهم داك الملفات اللي كيتشدوا بلاستيك باش ما يطيحوا لكش لي زوردونونس. اييه. وممكن كاع تاقرا فيهم كي قلتي من الجنب هكا بالتواريخ، بحيث انه ملي كتمشي عند شي طبيب مثلا بدلتي الطبيب تيجي بسهوله تيعرف شنو الادويه اللي خديتي شنو اللي المرض اللي دوزتي الى اخره. الله يحفظك. هذه فكره زوينه بزاف. زعما راه تخي زيفيكاس. كتكوني عندك ملف طبي لكل كتكون عارف راسك حيت ما كنعقلوش على شنو خدينا وشنو اللي داز وكذا وهادي. الانسان خصو بصراحه فكره زوينه. على الطبيب. اييه اييه. الطبيب تيعرف شنو المرض اللي دوزتي واش من الادويه اللي يقدر يكون كنتي مثلا واحد الدواء خديتي انت واحد المده طويله وعاود يحطوا لك هو في لوردونونس. والله العظيم ملي تيولي الطبيب تيشدك الملف باقي تيدوي معك. تيصح في هذاك الشيء تيعرف شنو كاين شنو دوزتي شنو كلتي الى اخره. الله يعطيك الصحة، ما عندي ما يتسالك الا لطيف وتبارك الله عليك. واحد النصيحة أخيرة، ربما الوقت. أييه مرحبا. واحد النصيحة أخيرة، كاين اللي تيبغي يحمر الدجاج في الفران، إذا مو بالزبدة وتيدخلوا الفران، وكاين دابا اللي مثلا حتى أنا في المناسبات بحال دابا في مراكش حنا تنديروا إذا كان المناسبات تنديروا التحمار في الزيت. أييه. كيدير واحد الباندوي كيتقلى وتيحمر فيه باش يجي الدجاج كله محمر تحميرة واحدة. ولكن المشكل هو أن ربات البيوت إذا بغيتي ديريها في دارك لا عمرك يتحمري والدجاج سخون. راه يتفرتك لك. أيه. مثلا هزيتيه من الطنجره وحطيتيه وبغيتي ديريه زعما تحمريه في البلاصه في الباندويل كله بغيت تشتت لك في الزيت.
اييه اذا غادي تخليه حتى يبرد تماما عاد ديك الساعه تحمريه في الزيت. اييه ايوا هادو النصائح اللي وجدت فيها. الله يعطيك الصحه وتبارك الله عليك اللاله لطيفه وشكرا جزيلا لك. الله يعطيك صحتك واني موجوده ديك الوليدات الله يطول عمرك والنهار الكبير هو اللي نسمعوك فيه وتبارك الله عليك اللاله لطيفه والله يحفظك وان شاء الله ربي ميسر الامور باذن الله. شكرا جزيلا لك اللاله لطيفه الطبيعيه من جميع وسلامي الحار لجميع المستمعين الكرام. الله يحفظك لي الله يطول عمرك ومرحبا بك بطبيعه الحال دارك هذه. شكرا جزيلا لك على جميع المعلومات اللي تقسمتيها معنا اللاله لطيفه. حنا اكيد مازال مواصلين مازال مستمرين مستمعين غادي نمشيو فاصل وراجعين لكم طبيعه الحال دائما على الاذاعه القريبه منكم ميد راديو برنامجكم سيداتي سادتي اللي دائما معنا في الاستماع الى حدود الساعه الواحده. سنرحب بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا وغنمشيو مباشره عند لاله فتيحه من مكناس. مرحبا بك لاله فتيحه. اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. نعم لاله سكينه. اهلا لاله فتيحه شبارك صحه لاباس. احييكم. الحمد لله الحمد لله. عمرك مرحبا بك. يرحب بك الخير وكيدير الجوف والكناس. يعني نحييكم بكل ما في الكلمه من معنى وتبارك الله عليكم الله يوفقكم لما فيه الخير. اهلا الله يحفظك انت كذلك. كيدير الجوف مكناس مزيان كاين شميشه كاين لا 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 بدينا خاصنا نضرب دويره في البلاكار بطبيعة الحال ولكن كاين واحد الحاجة اللي هي جد مهمة في مدينة مكناس دابا الحمد لله فاش تكون هذا الحرارة تبارك الله في نفسي تتشمي رائحة الزهر يعني الحمد لله وهي نفحة الزهر دابا موجودة اللهم لك الحمد. الله يجعلنا دائما متطيبين يا رب. لا إله إلا الله. مرحبا لاله تحياتي وكرامتي واليوم عندي لاله سكينة بعد الحياة المنزلية وبعد النصائح ونشوفوا على حساب الوقت. مرحبا مرحبا مرحبا. نعم لا بالنسبه للطريقه اللي عندي اليوم واحد الحيله ديال كيفاش نحتفظوا بالكسكسو واحد المده طويله. الكسكسو بطبيعه الحال اللي هو مفتول على اليد. اييه نعم انا غادي نعطي واحد الطريقه لان تبارك الله على كل ام وتنحيي كل ام والله يمتعنا جميعا برضا الوالدين. الامهات اللي كانوا نعم لا الامهات اللي كانوا يعني تيبذلوا واحد المجهود كبير باش يفتلوا كسكسو في الدار. وكانت واحد الطريقه ان اللي النساء اللي تيفتلوا بوحدهم واللي تيحلوا الكسكسو بوحدهم بعد ما تيطيب. هنا انا غادي نعطي واحد الطريقه سهله. بعد ما تفتل السيده الكسكسو ديالها بالصحه والراحه تجيب واحد الكسكاس وواحد البرمه كبيره بطبيعه الحال اللي غادي تكفيها ودير فيها الماء الكافي ودير واحد شويه ديال الزيت يعني دهن به الكسكاس ديالها وتجيب واحد الثوب اللي هو من نوع الفوال يعني معروف اللي تيكون رقيق هو على شكل زيت وتنديرو على حساب يعني الشكل ديال الكسكاس ونديروه هو الاول عاد نديرو طبيعه الحال الكسكسو اللي عندنا يعني تنصو هذاك الكسكاس ديالنا بداك الكسكسو ولكن على اساس انه ما يكونش بطبيعه الحال مدلي باش ما يقيس ليناش باش ما تقيسوش العافيه. نعم لله الكسكسو ديالنا بطبيعه الحال تيكون هريان بطريقه عاديه تنفورو يعني عادي حتى تيشبع يعني من داك يعني الفوار اللي تيكون بطبيعه الحال تنعرفو تيكون مجهد. هنا فاش تاكد السيده بان الكسكسو ديالها طاب ما غاديش تحيد الكسكاس وتبقى كل مره تحيدو وتخلي وترجع تقفلو يعني هذه حيله باش السيده تاخذ غير الزيت وديرو في واحد الخنشه ديال الراسيه. يعني وتجمع الفم ديال ديك الخنشه هذه اللي تساعدنا باش تنحلو كسكسو بسهوله وتتبقى تديه وتجيبو بحال اللي تتمخض اللبن وتجيبو بطبيعه الحال عندها واحد ليزار اللي تيكون يعني طويل وعريض تبارك الله على كل ام بطبيعه الحال تتكون يعني موجده ليزور الخاصه بالفتيل ديال الكسكسو. نعم لله وهنا تتسوس هذا الكسكسو ديالها وتنشرو رقيق بطبيعه الحال ما غاديش تخلي تخليه مثلا مجموع باش ما يحمض ليهاش وهنا تتخليه يبات ليله كامله. وفي الصباح بطبيعه الحال لما تتكون عندنا الحراره تبارك الله دابا الحال بدا تيسخن وما زايد الحمد لله غير تيسخن هنا تولي يعني تنشرو في الشمس وتخليه واحد المده ديال النهار كامل طبيعه الحال اذا ما كانتش الشمس حاره بزاف. ومن بعد ما يبس لينا بطبيعه الحال وتضغط عليه السيده وتلقاه قصح اذا راه يبس هنا تنوليو عاوتاني نردوه للبلاصه اللي فيها الظل حتى ياخذ لينا البروده الكافيه بطبيعه الحال وتنجيبوا واحد الغربال ونغربلوه. هنا تتشوف السيده بان ذاك الدقيق اللي هو زائد في الكسكسو ديالنا كله هبط وتنجيبوا واحد البواطه او طارو اللي تيكون عندنا تنرقدوا فيه الزيتون راه معروف هذاك هو اللي تنديروا فيه الكسكسو اللي غادي نحتفظوا به يعني في المنزل ديالنا على طول السنه تبارك الله. وهنا واحد النصيحه اللي هي بسيطه ومازال يعني نضيفها أيه؟ هي ان تجيب واحد الطريفات من الملحه العاديه
يعني الطويبات هادو اللي تنهضر عليهم ديرهم مع هاد الكسكسو ديال اللي غادي يكونوا باينين حيت فاش نجيو نتناولوا الكسكسو ديالنا طبيعه الحال غادي نحيدوا دوك الطويبات. وها هو عندنا كسكسو موجود وبالصحه والراحه على طول السنه، يكفي دير منه غير واحد القدر قليل وها هو عندها تبارك الله ما يكفيها طيله السنه ان شاء الله. اييه الله يعطيك الصحه معدي ما يتسالك. نعم نتمنى السيدات باش يجربوا هاد الفكره لان ما كاين ما احسن من الكسكسو في الدار الا سكينه. اييه نعم. وهنا كذلك بالنسبة لواحد النصيحة اللي بغيت نعطيها اليوم للأخوات، بعض الأحيان السيدة راه تبارك الله عليها دائما السيدة تتوجد هذا الشيء ديال الحليب وديرو في الترمصات ديالها، يعني الترمصات العاديين اللي تنشتغلوا بهم يوميا. ولكن ملي تنجيو نغسلوهم لالا سكينة غير تنغسلوهم عادي ونسدوهم وخا تنغسلوهم بداك المنظيف الخاص ديالنا. يعني هنا فاش تنجيو نحلو هاد الطرمصة ديالنا تتعطينا واحد الرائحة غير مستحبة وبالخصوص إلا كان الحليب. أنا تنصح السيدة اللي عندها هاد الطرمصة هذا من هاد النوع يعني اللي عندها الزر اللي تتبرك عليها تتخرج لها السوائل يعني القهوة ولا الحليب، هنا يكفي غير دير واحد القطيرة ديال جافيل يعني في هذيك البليصة اللي فيها الزر اللي تنضغطوا عليه. الفكره معروفه لالا سكينه. أيه. وهنا من بعد تدير واحد الجبانه كذلك وتدير فيها قطيره ديال الجافيل، حنا ما بغيناش هنا نديرو يعني واحد الكميه كبيره، وطبيعه الحال تزيد عليها شويه الماء وتترقد هاد الغطيطيات ديالها في هاد الجافيل على ما تتكون غسلات يعني بطبيعه الحال الترمصات ديالها بالشتاء المستطيله اللي ضروري من هذيك الشتاء الطويله هي اللي تساعدنا باش حيت حنا واخا نغسلو بيدينا بشكل عادي ما توصلناش داك يعني الدوره الفوقانيه ديال الغطايه. وهنا هادشي تتساعدنا بعد ما تنكونوا درنا المنظف ودرنا شويه ديال الجافيل تنغسلوهم ونخليوهم يقطروا بشكل عادي ما تيبقاوش يعطيونا هاد الرائحه الغير مستحبه وخا تنخليو فيهم الحليب. أيه. غير تنشلوهم ونداوموا على هاد الفكره وهي عندنا يعني الطرمصه ديالنا دائما جديده. نعم لالا. وكذلك بالنسبه لواحد النصيحه غنبقاو في هذا المجال يعني ديك القراعي الزجاجيه اللي تيكون عندنا قرعات مزوقين وتنبغيو نحتفظوا يعني ببعض الاشياء فيهم ولكن اللي تيوقع ان مثلا درنا فيهم يا اما زهار او شيء من هذا القبيل حاجه اللي يعني تتصبغ لينا في القاع القرعه، اذا ما يمكنليناش ندخلوا يدينا او اي حاجه درنا ما يمكنلاش توصل ليها. هنا تدير السيده واحد الكميه من الرز في كل قرعه وتزيد عليها شويه ديال الماء وداك المنظف ديالها الخاص وتتبقى تنخدها عادي. هنا ملي تتسالي تلاحظ بان هذيك القرعه تزالت من هذا الاوساخ بسهوله وهي تستعملها بالصحه والراحه. اييه نعم لله. وهنا قلت غادي نعطيك واحد الطريقه ديال لصوص طوماط لالا سكينه. دابا الحمد لله مطيشه هي عندنا موجوده بواحد الشكل الحمد لله موجود، اللهم لك الحمد ويقدر كل وليه او كل يعني سيده على يعني الشغيل ديالها الله يرزقها الصحه والسلامه. نعم لله. هنا تنجيبوا واحد الكميه اللي عندنا ديال المطيشه يعني شحال ما كان عندنا تنقشروها بعد ما تنغسلوها عادي وتنعصروها من هذاك الماء والزريعه اللي عندنا. هنا هذاك اللب تنحتفظوا به يعني تنشتغلوا به نديروا به الشليضات ونديروا به اللي بغينا، اما ذاك الماء والزريعه تنضيفوا عليه هاد القشور ديال المطيشه اللي خليناهم على جنب وتنضيفوا عليها شويه ديال العطريه من كل حاجه يعني شويه مسكين جبير الفلفله حمراء شويه ديال طبيعه الحال يعني شويه ديال الزيت القزبر ومعدنوس مفروم واحد ريس ديال الثومه تنحكوه، هذه يعني باستثناء الكمون ما تنديروش، وتنشعلوا عليها عادي يعني غير على الماء ديال داك المطيشه والزريعه وديك القشور. اييه. وتنخليوه يبقى يتغلى لينا حتى يعقد، منين يعقد لينا هاد لاصوص هذا تنجيبوا طحانه يدويه ديال المطيشه اللي هي عند الموس رقيق وتنطحنوها بشكل عادي يعني تهبطينا غير داك اللب ديال لاصوص هذا هو لاصوص طوماط اللي غادي نحتفظوا به. هنا هذيك الزريعه تطلع لينا الفوق وهذاك اللب تيبقى لينا يعني هو اللي غادي نشتغلوا به بطبيعه الحال، نخليوه حتى يبرد ونديروه في واحد القرعه زجاجيه بطبيعه الحال ونخليوه غير لتحت في الثلاجه. كل ما احتاجت السيده مثلا دير طاجين ديال الحوت تدير من هاد لاصوص او كفته او يعني هاد الشيء ديال القطان يعني اللوبيا والعدس وما شابه ذلك، وها هو عندنا لاصوص موجود مرمينا لا قشور ولا ديك الماء ديال المطيشه. نعم لله. نعم الله يعطيك الصحه ما عندي ما يتسالك لالا فتيحه دائما نصائحك زوينه بزاف لالا يخطيك وان شاء الله اكيد انا نعاودوا نتواصلوا بطبيعه الحال تعطينا مجموعه من الاقتراحات وتبارك الله عليك وبدايه اسبوع موفقه باذن الله. علينا وعليك لالا وتحياتي واحتراماتي تبارك الله عليكم يا لالا. الله يطول لي عمرك وتحياتي ليك لالا فتيحه وسعيده جدا.
جدا بالتواصل دائما معك، وشكرا جزيلا لك، وشكرا لكاع المستمعين والمستمعات طبيعة الحال اللي كيتواصلوا معنا. للاسف برنامجنا وصل للنهايه ديالو، ما سخيتش بكم كالعاده، ولكن الوقت مر معكم اليوم بسرعه. كنشكركم جزيل الشكر على حسن الاصغاء والمتابعه، ونتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، ناشطين فين ما كنتوا، وبدايه اسبوع موفقه للجميع. شهية طيبه لكل من هو على ميدان الغداء، طريق السلام لكل من هو على طريق. شكري لكم مستمعينا الكرام اللي خديتكم علينا، شكري للطيفه مدينه مراكش والفتيحه مكناس اللي عطاونا مجموعه من الاقتراحات، شكرا لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي كيتابعونا. بكل حب اودعكم على امل ان القاكم، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء. Thank you.
Spider-Man.